أجهزة المذياع القديمة لا يعرفها جيل الهاتف المحمول الذي لم يشاهد بعضهم قط آلة الفونوغراف ذات الأسطوانات السوداء. كل هذا أضحى متاحا للصغار والكبار بمدينة الدريوش في هذا المتحف المنزلي الخاص الذي استقطب زوارا كثرا خاصة من الجالية المغربية المقيمة بالخارج. هذا الشيء اللي شفت هنا أكثر من اللي شفت في هولندا، لأن كاين هنايا حوايج مغاربة أوروبيين وشي حاجة ما تعجب فيها تبارك الله. اصطحبت معايا افراد من الجاليه المغربيه المقيمه في الخارج، هما بنات خالي، باش يشوفوا المولود الثقافي اللي كتحتضنه المدينه، اللي هو مثابره ديال السيد عبد الرزاق لمده سنوات باش يجمع ازيد من 5000 تحفه فنيه هنايا. وهو بهجه امازيغيه لان الدريوش متواجد بقلب الريف، قطع من التراث وتاريخ منطقة الريف، بالإضافة إلى هواتف وطوابع بريدية ونقود ضمها هذا المتحف الذي يعد ثمرة مجهود كبير لعبد الرزاق الوكيل وأسرته، حيث جمع أزيد من 5000 تحفة فنية طيلة ربع قرن، من بينها سيارات عتيقة ودراجات نارية ترسخت أسماء بعضها في أذهان المغاربة. اللي ورثتهم على الجدود ديالي، كاين الحوايج اللي هنايا شريتهم، كاين الحوايج اللي أهداوهم للأصدقاء. دابا أنا الحلم ديالي هي غادي يكون شي متحف هنايا في الاقليم. المغرب تميز بثقافه وحويجات وتقاليد اللي هي ديالو خاصه، مثلا منها الاشياء اللي كانت متوفره عند الاجداد ديالنا، لا على مستوى الاثاث المنزليه ولا على مستوى مثلا الادوات الفلاحيه وغيرها من الاشياء مثلا اللي كانت كتميز البلاد ديالنا. قطع من التراث تبرز الغنى الثقافي للمنطقة ضم هذا المتحف الذي فتح أبوابه بمدينة دريوش للعموم مناسبة فريدة للزوار للتمتع بقطع ترجع بالمرء إلى نوستالجيا وذكريات من الزمن الجميل.